من اليوم ورايح اللي بيسمع بنتي كلمة أو بيعمل لها شي وبيضايقها بشي قصة رح هد الدنيا فوقه. وهالحكي موجه للكل طبعاً. طولي بالك شوي. ليش عم تهددينا يا مدام؟ يعني أنت بدك تخربي هالبيت فوق رأسنا؟ لكن أنت شو مفكر حالك؟ يعقوب بابا، شو ما سمعت شو قالت؟ نوال خانم، بنتك ديما طول هالسنين شايلينها بعيوننا وبحياتنا ما قصرنا معها، وكمان هي بنت من بناتنا، وحضرتك أكيد بتكوني فهماني شي غلط. فهماني مزبوط، بس انتو عنكن غلط بكل شي. الغلط بعيلة حضرتك زياد بك. بكفي أمي، انتي لا تتدخلي بنتي. انتي اللي لا تتدخلي، أنا مالي بحاجة مساعدة أم تركتني ومشيت. ديما، أنا وانتي بعدين بنحكي بهالموضوع. أنا ما عندي شي أحكي لك يا بنوب. ديما، انتي شو رجعك بعد هالسنين؟ شو عم تعملي هون؟ شو جابك؟ احكي لشوف. بنتي ديما، هالقصة بتخصكن إلكن وما بصير تنحكى قدام الكل، بس تكونوا لحالكن بتحكوا فيها بيناتكن على رواق. اي صحيح، أنا بدي أحكي معك شوي نعمة خانم. تكرمي، ما عندي مانع أبداً، بس أنتوا صالحوا مع بعض ومنحكي. أنا ما بروح لمكان، وأنتي أصحك تطلعي من هون لازم تنامي عنا، ما حلو بحقنا، هذا بيتك يا خانم. ديما، يلا بنتي طلعي أمك على غرفتك لتحكوا قصتكن على أنفيرات. شو كيفك انت وعمران؟ مناح، كل شي ممتاز. شو ما بدك تقولي لي شو اللي جابك لهون؟ اشتقت لك بنتي. واضح انك ما بتعرفي تكذبي بنوب. ايه مثلك بالضبط. بعرف إنك مو مبسوطة مع زوجك، وأنا أجيت لهون لحتى أوقف معك. بالعكس، أنا كتير مبسوطة، وبرجع بقلك أنا مالي بحاجة مساعدتك، وإذا بتمشي من هون بسرعة بيكون أحسن بكتير. لا تحكي هيك بنتي. بنتك ما؟ إلك سنين تاركتيني هون لحالي، وبكل هالفترة ما سألتي عني بنوب، وهلأ جاية بدك تتدخلي بحياتي؟ ليش ما سألتي عني من قبل؟ أوف ديما، انت شو قصتك ما فيكي تنسي الماضي وتعيشي حياتك وكأنه ما صار؟ الأغبياء وحدهم هنن اللي بيهتموا بالماضي. وبابا اللي من وراكي انت انشل؟ القدر، القدر هيك كاتب له. شو هالحكي؟ لك انت شو طينتك؟ ما بتتأثري بشي؟ انت ما في عندك حنية وقلبك مثل الحجر. انا هيك كتير مرتاحة ومبسوطة، هيك أحسن من إنه يكون راسي حجر مثلك. شوفي، شو بدك قولي؟ يلا ما تقومي تمشي. أنا من زمان منبهتك، من أول ما عرفتيني على عيلة عمران بتتذكري؟ هلأ صح؟ زوجك عمران كان كتير أكابري ومثقف وكتير طموح، بس شفتي كيف عيلته؟ ما فيهم ذوق. مبسوطة معهم؟ ايه مبسوطة، وبيعتبروني بنتهم، لا تاكلي هم. وشو هالعيلة؟ يعني لو شو ما عملوا بيضلوا قليلين أصل، وانتي مبسوطة بهالعيشة. ما عم بفهم شلون قاعدي معهم بنوب. أنا اللي ما عم بفهمك، تركتينا ورحتي على فرنسا وتزوجتي واحد تاني، ولا كأنه موجودين بحياتك، وانتي هلأ جاي عم تحكي عن الأصل مو؟ ليش انتي اللي عملتي فيه أصل؟ لا حبيبتي،
هالشي ما بقول هيك عنه، بقول جرأة يا روحي. أنا حبيته ما بنكر، وتركت كل الناس ولحقت مشاعري. أنتي بتعرفي إنه اللي عم تقوليه مو مزبوط. أنتي ركضتي ورا المصاري، اعترفي بهالشي. بتعرفي ليش تركتكم؟ لأنه أنا ما بحب أخسر بنوب، مو مثلك أنتي. أنا ما خسرت شي بنوب. وأنتي متأكدة؟ طيب زوجك عمران وهديك البنت الضياعجية، أنتي أكيد حاسة فيهن مو؟ وأنتي شو عرفك فيها؟ هالشي ما له مهم، المهم تعرفي تتصرفي صح، وإلا رح تخسري عمران. ولهالسبب بدي تنفذي اللي بقلك عليه. أنتي مجبورة تستحمليني لتحافظي على زوجك. ليكي بنتي، هلأ ما حدا غيري فينه ينقذك، لأنه أنتي عاملة شغلات كتير غبية، ومنيح اللي عمران صابر عليكي لهلأ. عمران بحبني كتير، وأنا مالي بحاجة مساعدتك. هاي حياتي وما بتخصك أبداً، وأنا بعرف شو اللي لازم ينعمل. مثلاً تحاولي تنتحري؟ أنتي عن جد كتير نزلتي من عيوني، مو مصدقة أبداً. أنتي لازم تحطي عقلك براسك. إذا حابة عمران يرجع لك مثل الأول، بدي تنفذي اللي بقلك عليه بالحرف. لا أمي، ما رح نفذ. مالك وجود بحياتي تقبلي هالموضوع. أنا الوحيدة اللي ممكن وقف معك وساعدك بهالحياة، ومستحيل أتركك. ألو؟ ثانية، فيني أحكي على التليفون بغرفتك؟ طبعاً حياتي، تفضلي قومي. ألو؟ عم تخبرني مشان إجراءات الميراث ما هيك؟ طيب رح أعطيك رقم المحامي تبعي بفرنسا، لازم تحكي معه بالتفصيل. عن شو عم يحكوا يا ترى؟ روحي وقفي ورا الباب واسمعي لي. سمعت يا خانو، ديما خانو كانت عم تعيط على أمها، بس بعدين هديو. يلا انتي روحي شوفي شغلك بنتي. عمران يا روحي. شو كيف صارت رفيف؟ مسكينة منهارة عم تبكي، أمها أخذت نزلي وتركوا البيت. ايه كنت واسية. كأنك مبسوطة؟ وليش لكون مبسوطة؟ ما بيهموني أبدا. بعرف أنهم ما بيهموك أبدا. أنت كيف بتعملي هيك شي؟ ديما هالبنت طيوبة. مين الطيوبة؟ رفيف ما؟ هالبنت من أول ما دخلت على حياتنا وبلشنا نتخانق منتبه على هالشي؟ بس شو؟ ممنوع نحكي عن رفيف. ليش؟ لأنه وحدة طيوبة وبريئة وقلبها أبيض، ما هيك؟ بيكفي بقى عمران، هديك البنت بدها شي واحد بس، بدها إياك تكون إلها، وانت كأنه بدك هالشي ومبسوط. نوال خانو. مرحبا عمران، كيفك؟ حضرتك امتى اجيتي؟ ليش ما خبرتيني ديما؟ لاني مالي مهتمه بجيتها. شو عم تتخانقوا بنتي؟ مو على اساس مبسوطه مع زوجك؟ بعتذر عمران، لا تاخذني حبيبي، قطعت عليكم خناقكم. انتوا تخانقوا على اقل من مهلكم، وانا بشوفكم بعدين.